هذا وقد عاد دور السينما لنشاطها مع أول أيام عيد الفطر المبارك وسط العديد طبعا من الإجراءات والاشتراطات المتعلقة بحماية الزوار والعاملين، حيث جاء قرار عودة فتح دور السينما في المملكة تماشيا مع البيان الجديد من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في مملكة البحرين. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد محمد الحرز، مشرف أول في شركة البحرين للسينما. طبعا في البداية كل عام وأنت بخير السيد محمد، كيف تلقيتم قرار الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في مملكة البحرين بفتح دور السينما في المملكة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيدكم مبارك والله يوري عليكم بالعافية والصحة. أختي، إحنا طبعا تم أعلان إعادة فتح دور السينما مثل ما تفضلتي تقريبا حوالي شهر من قبل الفريق الوطني ابتداء من أول أيام العيد. تم صدور تعليمات من قبل شركة البحرين للسينما متمثلة برئيس مجلس إدارتها الدكتور عصام فخرو. نعم. رئيسة التنفيذي أحمد راشد بضرورة اتباع جميع التعليمات والاشتراطات اللي تم الإعلان عنها من قبل الفريق الوطني. الشؤون الإدارية بالشركة أعطت تدريب للموظفين في جميع الفروع حتى إن شاء الله نقدم أفضل خدمة للزبون مثل ما وعدناهم دائما. تم تطبيق الاشتراطات والاحترازات الحمد لله. نعم. بالنسبة حق الإجراءات المتبعة بتكون، نعم سيد محمد، يعني اليوم من المتوقع أن يعني يكون هناك إقبال كبير من محبي السينما خاصة بعد الانقطاع الطويل، ما هي الإجراءات والإشراطات التي تم وضعها والمتعلقة طبعا ببيئة السينما والزوار والقائمين على دور السينما؟ أول نقطة ذكرها الفريق الوطني أن السينما دخولها بيكون مقتصرة على المتطعمين والمتعافين. نعم. بالنسبة لأعمارهم بتكون أقل من 18 سنة لازم بيكون مرافقة شخص متطعم. طبعا من جهاتنا احنا كشركه من المداخل الرئيسيه راح نتاكد من الزبون ان اذا مطعم ام لا عن طريق برنامج مجتمعي او شهاده تطعيم او ما يثبت ذلك. من دول مجلس التعاون نستقبلهم بعد برامج اللي عندهم يعني معتمده عندهم ان احنا نشيك اذا كان مطعم ام لا. بيكون في جهاز حراري عند المداخل الرئيسيه ايضا قياس درجه كل الزبائن. نعم. الإجراء الثاني بيكون كل المداخل والمخارج في السينما ما بتكون مثل قبل، بيكون المخارج والمداخل منفصلة عن بعض حتى نمنع التزاحم بأفضل طريقة، وفي بيكون ملصقات على الأرضيات تحدد المسافات المطلوبة لمنع أي تزاحم. بالنسبة للكراسي داخل الصالات الحجز بيكون في مسافة عامة بين كل كرسيين محجوزين، بيكون في كرسيين فارغين بالجنب بالأمام. طبعا نفس الكمون بيكون وقت مشاهدة الفنان. نعم. فيما عدا وقت الأكل والشرب مثل منصات الاشتراطات. والشركة حثت أن الكل من الزبائن يكون عنده يعني خلفية بالموضوع، ووفروا أيضا موظفين حق أنه يكونوا يرشدون الزبائن طول الوقت سواء في التذاكر أو عند المركز الرئيسي أو عند الكونتين داخل الصلاة وقت الخروج وقت الدخول. نعم السيد محمد الحرز، مشرف أول في شركة البحرين للسينما، شكرا جزيلا لك.